يسعد اوقاتكم يا اخوان، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم نحن بشارع العرب، غير هالشيء راح نروح على محلات ونحكي لكم وننصحكم المحلات اللي ممكن تزوروها لما تجوا على شارع العرب. من وين ما جيتم، من كل انحاء العالم، شنتم هين عايشين ولا شنتم برا؟ اللي ببرلين يعرفوا شارع العرب، بس اللي ما هم ببرلين لازم يجوا على شارع العرب ويعرفوا. نبلش هاي الساحه تبعيت الهيرمان بلاتس يلي هو معروف بشارع العرب. اول دخلتك على شارع العرب راح تلاقي هذا التمثال بوجهك، والعالم رايحه راجعه لانه كلها بدها تروح على القطار. هاي المحطه لانه هاي الدخله راح تكون على هذا الشكل، اشاره المرور بالاول بعدين تدخل على شارع العرب. خلينا نشوف مع بعض. مثل ما انتم شايفين محلات تبدا من الطرف هذاك، لكن هاي محلات بالاول. اول شيء بلشت هاي المحلات التركيه، حاليا راح نبلش هنا بالمحلات العربيه. هذا اول محل عربي عم نشوفه، حلويات القصر الشامي معروف بشارع العرب. هنا محلات التليفونات العربيه، بيع وتصليح هواتف، كل شيء يخص العرب. مثل ما انتم شايفين يا اخوان هاي سوبر ماركت المدينة هين، وهناك مطعم مشاوي اسمه مشاوي الفيصل. يعني تبدأ القارمات العربية هناك، حلويات الجزيرة، وهين تبدأ المحلات العربية الثانية. محل شعبيات الأرز الخضراء هذا من أطيب المحلات الحلوة اللي موجودة بشارع العرب. المحل اللي أنا جربته والحلو عنده صراحة طعمه مو طبيعي، لأنه عقد ما أنه طيب. انصحكم انه تيجوا تاخذوا من عنده اللي موجود طبعا بالمانيا او ببرلين او كل انحاء العالم، ما اعرف اللي تقدرون تجون لهين. في محل ثاني راح افرجيكم اياه، زاد انصحكم بيه انكم تروحون لعنده، لانه محل صراحه يعني متنافسين هو والادلبي. زي ما انتم شايفين هاي الملحمة الأمانة، هذا المحل فتح جديد، يعني ما صار له زمان فاتح، شي اسبوع او اكثر شوي، ما صار له زمان فاتح. صراحه ما اعرف عنه شيء ولا اخذت من عنده شيء، بس يبين شيء حلو. بعد ما تخلص من السوبر ماركت تجي هنا على هذا محل الذهب مجوهرات الحنان. زي ما انتم شايفين كله بالعربي، ما تعرف حالك هون، حتى صالون دبي. نحن بنص برلين يا حبيبي، دبي. المطعم هذا مشهور جدا بالمانيا وخاصة ببرلين، يعني معروف كثير كثير، وصراحة عنده أكل كثير طيب، ممكن انكم تزوروه. حاليا راح اروح وافرجيكم ثلاث مطاعم صراحة من أطيب المطاعم اللي موجودة حاليا بشارع العرب، أنا شخصيا أروح آكل بيها صراحة، لأنه مطاعم أنا أظن إنه لما تروحوا تاكلوا بيها مستحيل تنسوها بحياتكم. خلينا نروح لا نتأخر. شوفوا الزباين عنده ما شاء الله كثار. كيف هو المعلم خالد؟ حبيبنا لازم فيك تعطينا ثلاثة معلم، ثلاثة شاورما هيك على طول. تكرم عيونك حبيبي والله. هينا بس تجون عند المعلم خالد يدعمكم، ترى راح اعطيكم حسابه جوا وانتم ضيفوه، تعامل عنده قول لهم احنا جايين من عم طرف عبدو الديلي، هو يضبطكم. حبيبي والله خلي عيونك. شباب تنصحونا بمطعم البيك؟ مطعم ايه ما في منه الاول 100 اليوم، بيك واحد بس بده ياكل شاورما. لازم كل المشاهير تجي من عند المطعم البيك. ايوه احلى بيك، اكله طيب؟ بيك. ايه كثير طيب، جرب وما بتخسر. اكله 100 مليون، البيك رقم واحد بشارع العرب. حبيبي احلى عالم، حياتي. شكرا لكم، ولهين وصلنا لنهايه الفيديو. لا تنسوا تحطوا لنا لايك واشتراك بالقناه وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. مشان معكم عبدو، اشوفكم بالفيديو اللي جاي. سلام.